بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نستكمل المسيرة المباركة مع كتاب البحر الموعود في المواثيق والعهود، أو العهود الصغرى، لمولانا العارف بالله سيد عبد الوهاب الشعراني، المتوفى سنة 973 بالقاهرة المحمية. الجمعة، منتصف ربيع الأول 1440 من الهجرة، 23 من نوفمبر، وما زلنا مع العهد الثاني اللي هو أخذ علينا العهود ألا نجيب أحدا للصحبة الخاصة بالمريدين الصادقين إلا بعد امتحانه. وكنا قد وصلنا لصفحة 45 من طبعة دار الكتب العلمية، بتحية الأستاذ محمد أديب الجادر، الفقرة الأخيرة من الصفحة. قال: واعلم يا أخي أنه لا يتحقق معرفة إيمانك وتصديقك لشيخك إلا بالامتحان، ونحن نعرض عليك الآيات والأخبار ونبين لك محك كمال تصديقك بها وبكلام شيخك، وأنت أعرف بنفسك بعد ذلك. يعني هيديك أسئلة وعليك أنك تجاوب ما بينك وما بين نفسك حتى تختبر صدقك في حبك لشيخك، وأنت أعرف بنفسك بعد ذلك، فتحكم على نفسك بما تراه فيها، ولا تحوجنا أن نجرح إيمانك. أنت جاوب عن نفسك، امتحن نفسك وجاوب على نفسك واصدق نفسك حتى يأتيك اليقين، وما تحوجش شيخك أو مختبرك إلى أنه يكشفك ويفضح أن إيمانك ناقص. ولا أن نقول لك أنت منافق أو ناقص الإيمان أو قليل الدين ونحو ذلك، فإن وجدت في نفسك كمال التصديق فافرح واستبشر، وإن وجدت غير ذلك فاندم واستغفر. يعني إيه؟ امتحن نفسك ما بينك وما بين نفسك، ولا تضطر شيخك إلى أنه يبين لك نقص مرتبتك في الإيمان والتصديق، ثم يجب عليك العمل على تحصيل ذلك. إن وجدت نقصا فعليك العمل على تحصيله. طيب، وطريقة التحصيل إيه؟ الشيخ بيقوله: إما بالسلوك على يد شيخ، وإما بسؤال الله تعالى في الأسحار وأوقات الإجابة، والله سميع مجيب. بيقترح هنا الشيخ إيه؟ طريقين لتحصيل التكميل الخلقي والسلوكي ومعالجة النقص. الطريقين: إما بالسلوك أو بالدعاء، دعاء المضطر إلى الله سبحانه وتعالى أن يجيب، إنه إيه؟ سميع إيه؟ بصير طبعا. أو تسلك الاثنين، يعني السلوك على يد شيخ لا يمنع الدعاء، والدعاء لا يمنع طلب السلوك على يد إيه؟ شيخ. طيب، وبعدين شوف هنا بقى الصنع بتبان في الفقرة الجاية، كأن في معترض بيقول له إيه؟ طب وليه ليه نمتحن الناس؟ يعني إيه الغرض من إن إحنا نمتحن الناس أو نخليهم هم يمتحنوا أنفسهم؟ ما تسيب المستور مستور، ربنا أمر بالستر. بس الدنيا مش كده يا جماعة. الذي لا يطلب الكمالات خلاص سيبه مستور، ربنا أعلم بحاله، ونيسر عليه ونخفف عليه، وسيأتي ذلك في غيره من العهود، انه العمي والضعيف الذي لا يتحمل مثل هذه المجاهدات، واللي ما بيدعيش انه صوفي، خلاص يعني ده بيبقى محمله ايه؟ محب او معارف، زي ما قال في اول هذا العهد، خلاص من المحبين او من المعارف. انما مريد وعاوز طول انك مريد وتبقى ماشي في سكه الاراده، لا، تعالى سكة الإرادة دي قصة تانية، وفي امتحان واختبار
وفي محققة للنفس ومحاصصة ليها. فين حصة الشيطان منك؟ فين حصة حديث النفس؟ فين الدعاوى الكاذبة؟ فنحاصصها ونحققها ونفتش ونراقب وراها. صنع. ولهذا يقول: إنما سامحنا نفوسنا في امتحان إخواننا وكشف سوءاتهم لأنفسهم. بيقول لك أنت امتحن نفسك ما بين نفسك إجابة لسؤالهم لنا في ذلك. هم اللي بيجوا يسألوا، لأنه مقتضى الإرادة إنك بتقول للشيخ: أنا ناقص التربية، تعالى ربيني، أنا عاوز أسلك مسالك الكمال، فتعالى كملني. فده مقتضى طلبك السلوك والإرادة. واللي مش فاهم كده يبقى لا مريد ولا صادق ولا فاهم يعني إيه سلوك طريق صوفي. ولغلبة الرحمة يبقى أول سبب، لأن هم سألوا، وسؤالهم إما بلسان المقال أو بلسان الحال. بلسان المقال يطلب سؤال صريح: إيه العيب اللي عندي علشان نعالجها؟ وبلسان الحال إنه بيجي عاوز يسلك طريق السلوك والتربية. ولغلبة الرحمة، والعلة التانية أو السبب التاني لذلك، غلبة الرحمة والشفقة على قلوبنا حتى لا يتمادى بهم، لا يتمادى بهم النقص يعني وعدم الكمال، إلى طلوع روحهم فيخرجوا من الدنيا بغير كمال إيمان. فيغلب الشفقة: وراثة دي وراثة محمدية، إني لآخذ بحجزكم من النار وأنتم تقحمون فيها. فغلبت شفقة، شفقة، ودي من علامة العارف الكامل الوارث المحمدي، أنه يكون أشفق زي الأم كده الرؤوم والأب الرحيم، بيكون أشفق على أولادهم من أنفسهم. تبقى الأم شايفة الابن قد يقع في الخطأ فتمنعه حتى وإن كان ذلك ضد مراده، وكذلك الأب. فيبقى القصة هنا انه غلبت الشفقة والرحمة، ودي من علامة من علامات الشيخ المربي. انما الشيخ اللي مكبر دماغه ومش فارقة معاه ده يعني مشايخ على ما تفرق. انما من علامات الشيخ الحقيقي انه يبقى فلعلك باخر نفسك. شوف 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 سيدنا النبي على آثارهم ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسف. شوف أهو الوصل المحمدية اهي: فلعلك باخع نفسك على آثاره. اللي هي دي اللي بيتكلم عنها سيدي عبد الوهاب الشعراني، غلبة الرحمة والشفقة على على قلب قلوبنا، يعني على قلب الشيخ المربي. ودي علامة من علاماته، انه يبقى اشفق عليك منك واحرص على مصلحتك منك. وإلا فليس بوارث وليس بمربي. الله. ولولا أنهم من أعز إخواننا ما فعلنا ذلك معهم، لأن من لم يكن بيننا وبينه ارتباط لا يؤمن ولا يصدق بأنه ناقص الإيمان، بل يبادر إلى دعوى الكمال بالصدر من غير تأمل. فهنا بيقول انه اللي بيننا وبينه معرفة بيصدق. طب واللي ما بيناش بيننا وبينه ارتباط بينكر وبيبادر بانه بيدعي كده، بيفتح صدره كده زي ما نقول بالعامية المصرية، ويصدق لنا كده صدغه ويقول لك: وانا ناقص وانا محتاج تربية، لا ده انا كامل ومية مية. اذا علمت ذلك ابتدي بقى الامتحانات التي عوضها الشيخ في بقية هذا العهد. طيب بيذكر مولانا العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به، بيذكر 6 امتحانات على سبيل النموذج، طبعا وليس على سبيل الحصر، لكيفيه ان يمتحن المريد نفسه في صدقه في ايمانه وفي صدقه في صحبته لشيخه. الامتحان الاول: إذا علمت ذلك، يقول المؤلف رحمه الله: فامتحن نفسك يا أخي في إيمانك بقوله تعالى: والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى. تعالى بقى حط دي، حط نفسك على المحك وشوف هي بالفعل الآخرة
خير لك وأبقى من الدنيا، ولا الدنيا هي اللي غالبة بل يؤثون الإيه الحياة الإيه الدنيا. فإن وجدت في نفسك انشراحا وبسطا عند فوات كل شيء من الدنيا، فأنت مؤمن حقا بأن الآخرة خير وأبقى، كما قال الله عز وجل: وإن وجدت عند فوات ذلك بعض ندم وقبض، فأنت غير مؤمن بذلك. وكأن الحق تعالى حينئذ يقول لك: هذا الشيء مليح، فأنت تقول: لا، بل هو قبيح. شوف هنا بيحطك قصاد مراية نفسك في الاختبار، ويقول لك: انظر كيف حالك عند فات حظ من حظوظ الدنيا. طب وقارن بقى، تحزن قوي على حاجة من الدنيا اللي ايه تفوتك، طيب وقارن بقى فوات حظوظ الآخرة، هل بتحزن نفس درجة الحزن أم لا؟ فاللي يلاقي نفسه بيحزن على الدنيا أكتر ما بيحزن على الآخرة، يعني تفوته صلاة، محجش لغاية دلوقتي فمبقاش حزين، مش فارقة معاه، ما يهتمش برمضان ونحو ذلك من العبادات، ما يهتمش بما فيه هو فيه من غفلة، ما يهتمش بورده لما يسيبه، مهمل لقلبه، كل دي من حظوظ الآخرة، فما يحزنش عليها. وما يجي تفوته حاجة من أمر الدنيا تلاقيه يبقى في حالة قبض شديد وحزن شديد، ويبقى يكاد يموت إيه كمدا. دي علامة من علامات إن الآخرة، إنه يؤسر الدنيا على الآخرة من يقع في ذلك. الامتحان التاني: وامتحن نفسك أيضا في إيمانك بقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني ما أنفقتم من شيء في سبيل الله فهو يخلفه، وبقوله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من إيه من صدقة. والحديث يعني رواه مسلم بنحوي: لا ينقص مال من صدقة، عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث. الواحد بقى يمتحن نفسه: إن وجدت مالك ينمو في عينك ويزيد في عين بصيرتك، ولا تستثقل بكثرة إعطاء الفقراء إذا ترادفوا عليك ليلا ونهارا ولو نفد جميع ما عندك، فأنت مؤمن. مؤمن بإيه؟ بأن الله سيخلف إلا تنفقه، ربنا هيرجعه لك تاني، فبتسلم امرك لله وتعطي من ايه من يحتاج. طبعا ايه وحدات الانفس الشح، ما فيش حد بتبقى العمليه صعبه لما تيجي تطالب حد بهذا، هتبقى العمليه صعبه جدا، لانه ما فيش شهود لايه ل ما فيش شهود لخلف الله له تعالى على ذلك. وان شهدت النقص، إن المال بينقص بالإنفاق، أو استثقلت بهم، استثقلت ذلك على نفسك، فإيمانك ضعيف، ولذلك عسر عليك الإنفاق في وجوه الخير بسبب ضعف الإيمان بقوله تعالى: فهو يخلفه، لشهودك نقص المال وعدم الخلف في مالك، ربنا يخلف عليك في مالك، فاعمل على تقوية إيمانك. وتأمل لو جلس تجاهك يهودي وبين يديه اردب ذهب، يعني لو بيذكروا هنا اليهود عشان ايه كانوا مشهورين بالصرافة وان هم اصحاب اموال يعني، وقال لك: كلما اعطيتني فلسا اعطيك دينارا، كيف تصير تعطيه لا تمل وتؤمن بكلامي وتصدقه؟ طيب واين ايمانك بقى بقول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من من صدقة، وبقول صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة قد تضاعف لصاحبها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه، لأنه عارف أنه لا ينقص مال من صدقة. وكان صلى الله عليه وسلم في كمال الجود والثقة بالله. وكذلك كمال ورثته في هذا المقام،
وكذلك كل من كمل إيمانه بهذا الإيه بهذا المقام. خد بالك هنا بيتكلم في نقطة دقيقة، إن إحنا بنتكلم في المقام ده مقام الإيه الخلف والجود، وإن الواحد يكمل، فالواحد ممكن يكمل إيمانه في بعض المقامات دون إيه دون بعض. وخد بالك برضك إن بعض المقامات دي زي مقام الجود كده والإنفاق يتصور من الإيه من المسلم وغير المسلم. شوف هنا بيقول كمعنى ابن زائدة وحاتم الطائي. وحاتم الطائي طبعا مشهور بالجودي، ها، وان كان ايه ده من اهل الجاهلية. وابي زيد الايه الهلالي اللي هو ايه وزيد الهلالي ايه سلامة بطل الايه السيرة الهلالية المشهور. معن بن زائدة أيضا ده كان من في عصر يعني التابعين، ومات 151 وأدرك العصرين الأموي والعباسي كما يذكر المحقق، وولي اليمن وسجستان. فدول من أهل مقامات الإيه من أهل مقامات الجود، وكان إيمانهم بالجودي وما يثمره من الخلف إيمانا إيه كاملا ونحوهم. وبالجملة فمن لم يكن كل ما وعد الله عليه كالحاضر عنده على حد سواء فإيمانه ناقص. ودي تبقى إيه القاعدة اللي هناخدها من هذا الإيه الامتحان، من لم يكن كل ما وعد الله عليه كالحاضر، ها، مش غيب ولكن شهادة، كالحاضر كالشهادة على حد سواء فإيمانه إيه ناقص. طيب الامتحان الثالث بعد كده، وامتحن نفسك أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لو اجتمع الثقلان على أن يردوا عن عبد ذرة من رزقه ما استطاعوا، الحديث. فإن وجدت نفسك منشرحة عند صرف الدنيا عنك محبة لمن عارضك في وصول رزقك الذي زعمت أنه لك فأنت مؤمن بذلك. وإن وجدت نفسك منقبضة لفواتها باغضة لمن عارضك في وصولك إلى رزقك فأنت غير مصدق بالحديث. فاختباره رزقك وصل لك وصل لك، عارض من عارض و ساعد من ساعد، فتبقى الإيه أنت متعلق في رزقك بالله سبحانه وتعالى وليس بالخلق. لو اجتمع الثقلان على أن يردوا عن عبد ذرة من رزقه ما استطاع. والحديث يعني أخرجه الطبراني في الأوسط بنحوه من حديث سيدنا عبد الله ابن مسعود. الاختبار الرابع إذا أيضا إذا ادعت أنها، وامتحن نفسك أيضا إذا ادعت أنها صارت تقدم الآخرة على الدنيا مع كونها تنام عن صلاة الصبح ومجالس الذكر والخيرات وتقول النوم يغلب علي، بما لو رسم السلطان لكل من يصلي ذلك اليوم الصبح مثلا في جماعة أو يحضر مجلس الذكر ب1000 دينار كل يوم، فإن استيقظت وأوصيت نساءك وعبيدك وجيرانك أن ينبهوك من الثلث الأخير فأنت كاذب في دعواك تقديم الآخرة على الدنيا، وإن لم توصي أحدا ينبهك وفوتت ال1000 دينار فأنت صادق في غلبة النوم عليك. فهو هنا بيقول إيه؟ تخيل كده لو جه السلطان وطلع قرار ان اللي هيقوم يصلي ويفعل يصلي الصبح في جماعة ويحضر مجلس الذكر الى اخره هيبقى له 1000 دينار، هتلاقي ايه الصادق في دعواه تقديم الدنيا على الاخره ان عدم حضوره لظرف صحي او لغلبة نوم مش هيفرق معاه بقى، يبقى هنا هو صادق. انما بقى اللي يسمع اول ما يسمع ان فيها فلوس ولا فيها أكل ولا فيها مش عارف ايه فيجري يحضر، فيبقى هنا انما ايه
آخر إيه برضك الحياة الدنيا، وبيدور على حظ نفسه وحظ الدنيا من إيه من ذلك. وكذلك امتحن نفسك فيما ذكر إذا كنت تنعس في الذكر، بما لو عد لك إنسان ذهبا في كفك، فإن فتحت عينك وزال النعاس فأنت كاذب في دعواك أن الأجر والثواب أعظم عندك من الدنيا. يقول لك ايه هو هنا قصده ايه في الذكر؟ يعني إيه جالس في جلسة الذكر فتنعس وتنام وتكسل؟ فلو واحد هداك ايه ذهب في ايدك على انك تفضل مفتح عينك، هتلاقي نفسك ايه قاعد ومفتح عينك، ولا برضك هيغلبك الايه النعاس؟ فان غلبك النعاس فرغم ذلك ولم تنتبه فانت صادق، فان انتبه لما يضع في ايدك الفلوس فتبقى انت ايه، انت ايه كاذب في دعواك. الامتحان الاخير السادس، وكذلك امتحن نفسك يا أخي في ادعائك أنك تسمع لنا كل ما نأمرك به من الخير، وتوجه في قلبك كل ما رجحناه من الأفعال والأقوال المرقية لك إلى الدرجات، بما إذا قلنا لك طلق زوجتك ثلاثة، أو اخرج عن مالك كله للفقراء والمساكين، أو ائتنا بشطر مالك لنفرقه على إخوانك الحاضرين، أو أسقط حقك من سائر وظائفك وإمامتك وخطابتك ووقادتك وأذانك وخلوتك وثيابك ونحو ذلك. هي الوقادة وظيفة، أنا ممكن تكون هنا مش عارف هي الوقادة ولا الوفادة. الوقادة وظيفة والوفادة وظيفة، بس هنا مش الوقادة ان يوقد قناديل المساجد، وبيبقى طبعا وظيفة ومهنة يعني وليها راتب. وأذانك وخلوتك وثيابك ونحو ذلك، فإن طلقت ثلاثا وخرجت عن جميع مالك وأسقطت حقك من جميع ما ذكرنا، وظهرت بشائر السرور على وجهك وأشرق جبينك بالفرح حتى شهد لك بذلك الحاضرون، فأنت صادق في ادعائك أنك تسمع لنا لشيخك، وإن لم تفعل أو فعلت ولم يظهر على وجهك إلا العبوس والقبض فأنت كاذب. آه، يبقى ده عاوزك تفعل، تسمع كلام شيخك فيما يأمرك به وتفعل برضا وفرح واستبشار، إنما إذا لم تفعل فأنت كاذب في دعواك الصحبة، أو فعلت مع العبوس والقبض والحزن على ما فاتك من الدنيا فأنت كاذب في دعواك أيضا. وماذا يفوت من كان الحق تعالى له عوضا عن كل شيء؟ الله، هذه قاعدة اهي ناخدها جميلة، لا يفوتك شيء. وماذا حصل من باع الحق بقطعة جلد مدبوغة بالبول والدم لا تساوي في السوق فلسا لو قطعت؟ قصده هنا بها ايه؟ قطعة جلد اللي بيها مكتوب عليها الصك باستحقاقه اللي في بيت المال، مع كونها مدبوغة بالبول والدم، فيبقى انت الدباغة، الدباغة بيها. فهنا كناية، إما قصده إنها مدبوغة على ما فيه، أو قصده إنها مع ما كان يحدث من تحصيل الأموال بالظلم والجباية الظالمة في الأوقات اللي هي العصور بتاعة المؤلف، اللي ما كانش فيه عدل فيه تحصيل الموارد، وكان بيبقى فيه ضرائب باهظة بتفرض على الناس وظالمة خارج الإطار الإيه الشرعي. فكأن الحق اللي بيحصلوا بيه عليه ده إيه مخلوط بالإيه السكوك اللي بياخدوها، واللي هو زعلان على فواتها بين الرواتب والوظائف في عهدهم. في عصوم بيتكلم في ذلك إيه في عصره في القرن العاشر، فهيبقى فوات هذا عليك ولا فوات حظك من الله سبحانه وتعالى. وبالجملة قاعدة كمان جميلة، وبالجملة
فكل من لم يعتقد في شيخه أنه أشفق عليه من نفسه فصحبته وعشرته نفاق. دي علامة مهمة أوي أو قاعدة مهمة أوي في صحبة الشيخ، لابد أنك تعتقد أن الشيخ أشفق عليك منك، ودي من علامة من علامات المشايخ أصلا، الشيخ يظهر عليه ذلك وتحس فيه بأبوة حقيقية وواصلة. لأن النبي بيقول لك إيه، أنا لكم كالوالد، والشيخ الوارث بيبقى كده تشعر فيه على طول بأنه لك كالوالد وكالأبوة. دي علامة من علامات الشيخ الوارث لهذا المقام المحمدي الرفيع. ومن ثم فلابد إذا ما اعتقدتش فيه كده يبقى خلاص، وخد بالك إن الشيخ أو الوالد كما يكون حنونا يكون حازما، وكما يمنح قد يمنع، وكما يدخلك قد يطردك، وقد يقسو عليك في بعض الأحوال حتى يخرجك من نفسك. الناس فكرت الطريق طبطبة وبس، لا، في كده وفي كده، ها، في كده وفي كده. ولهذا ما بنقولش الشيخ كالوالدة، لا، الشيخ كالوالد، لأن الأم ممكن برأفتها وحنانها وغلبة شفقتها ممكن تتلف ابنها بالتدليل، بخلاف الأب إذا كان معتدل التربية فإنه قد يقسو أحيانا ويغلب عليه الحزم، أو ينبغي أن يغلب عليه الحزم وإن كان فيه شفقة ورأفة. إلى هنا نكون قد بلغنا نهاية هذا اللقاء، وأتممنا به هذا العهد المهم الحقيقة في كشف حقيقة العلاقة ما بين الشيخ ومريديه. نقطة مهمة قوي، ودي فكرة مهمة قوي بيطرحها دايما الشيخ عبد الله الشعراني، إنك دايما لا تسلم لنفسك دعواها أبدا، ودايما تفتش على نفسك، ودايما تترك الدعاوى الكاذبة ولا تصدقها في دعوة. حتى هنا هو بيحط الامتحانات دي، ده لا نصدقها في دعوى الإيمان، وإن سلمنا لأنفسنا، احنا مش هنحكم على أنفسنا بالكفر أو بعدم الإيمان، ولكن هو بيتكلم هنا في مقامات الإيمان الكامل، لأن احنا الإيمان يزيد وينقص. وإن الحمد لله جعلنا الله تعالى من المؤمنين به بكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر، الإيمان التصديقي الاعتقادي، إنما احنا هنا بنتكلم في مقامات الإيمان الشهودي العملي التطبيقي، وهي دي المساحة اللي بيشتغل فيها التصوف الإسلامي، واللي بيشتغل عليها الطريق الصوفي علشان نحاول إن احنا نحصلها. كلنا مؤمنين بهذه الآيات المذكورة والأحاديث المذكورة، بس إيمان نظري. طيب الإيمان العملي بقى هو ده المحك عند العمل بقى. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، كلنا بنؤمن بالقرآن الكريم. طب عند العمل بقى، بالفعل بيخف على الإنسان النفقة ولا لأ؟ وبالفعل هو عنده يقين لا يبالي به بما أنفقه في سبيل الله، عارف إنه راجع ولا لأ؟ هو ده المحك للإيمان العملي، الإيمان التطبيقي، تطبيق ما نؤمن به نظريا بحيث إنه يكون في محل العمل. ودي على فكرة أزمة كبيرة قوي عندنا، فرق كبير ما بين النظرية والتطبيق، فرق كبير ما بين الإيمان الذي نؤمن به والعمل والسلوك من خلاله وتأثير وتجليات. المسلمين طول عمرهم ما كانوش كده للأسف. الواقع اللي احنا فيه المرير بيقول ان فيه فجوة كبيرة للغاية ما بين التصديق والعمل بما صدقناه. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء التاسع مع كتابي البحر الموعود في المواثيق والعهود، بلغ المجلس 9/15/1443، 23 نوفمبر 2018 بمصر المحروسة.
والحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.